سيكون معنا الأستاذ وائل أبو حسن، وهو مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني. نستفيد من وجودك معنا لنسألك عن الوضع هناك، يعني هل قامت القوات الإسرائيلية بإخطار الموظفين الفلسطينيين في المعبر؟ كيف هو الوضع الآن؟ إلى أين ذهبوا؟ هل ما زال هناك من موظفين على المعبر من الجانب الفلسطيني؟ يعني صحيح، صباح الأمس كان المعبر معبر رفح البري يعمل بشكل طبيعي، حيث تم مغادرة قرابة 1000 مسافر عبر الصالة الخارجية للمعبر ومغادرتهم وصولا إلى المعبر المصري. ظهر الأمس قوات الاحتلال وجيش الاحتلال يعني ألقى بمناشير و يعني إخلاء المنطقة الشرقية لمدينة رفح، ومعبر رفح بطبيعة الحال يقع في هذه المنطقة، والقصف لم يتوقف للحظة على هذه المنطقة. منذ أول أمس القصف بشكل كبير على محيط معبر رفح ومحيط معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المعبر. بعد ذلك اضطر الموظفين موظفين المعبر معبر رفح وكرم أبو سالم إلى الانسحاب من المعبرين نظرا لخطورة الأوضاع هناك وعدم وجود سلامة لهم في أثناء تواجدهم في المعبر، مما أدى إلى مغادرتهم عصر الأمس وترك المعبر بعد يعني القصف الشديد الذي تعرضت له مرافق المعبر. وسبق أن تعرض المعبر لقصف مكثف في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المعبر. وبالتالي نريد أن نستوضح منك أستاذ وائل، هل سقط قتلى من الموظفين نتيجة هذا القصف ونتيجة يعني هذا التوغل والسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر؟ يعني جميع هذا التوغل كان في ساعات الصباح. أسأل عن إذا ما كان هناك من قتلى من الموظفين نتيجة هذا التوغل. حتى هذه اللحظة جميع الطواقم أخلت المعبر بشكل كامل منذ عصر الأمس، وجميع الطواقم انسحبت بالكامل من المعبرين، ولا يوجد أي طواقم عمل داخل المعبر، جميعها انسحب بالكامل نظرا لخطورة الأوضاع و القصف المستمر في مرافق المعبر، والمنطقة منطقة صعبة جدا في المعبر. هل تم طرد الموظفين أم يتوقع أن يكون هناك هدنة وعودة الموظفين لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني؟ لا يوجد طرد لأي موظف، الموظفين انسحبوا لخطورة الأوضاع التي هي موجودة في المناطق الشرقية لمدينة رفح. المنطقة الشرقية تتعرض لقصف شديد منذ يومين من طائرات الF-16 والمدفعية الإسرائيلية، وطبيعة الحال المعبر يقع في منطقة جغرافية صعبة جدا ملاصقة للشريط الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي، فبطبيعة الحال نظرا لأن الموظفين تم انسحابهم، وحين انتهاء يعني هذه العملية وانتهاء العدوان سيعود جميع الموظفين إلى أماكن عملهم. وبالتالي هل نتوقع، هل هناك من مؤشرات لعودة الموظفين إلى أعمالهم قريبا؟ هل من جدول زمني؟ هو انسحاب قوات الاحتلال من المعبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، سيعود جميع الموظفين إلى أماكن عملهم ويباشروا أعمالهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. وأيضا نركز على نقطة أن معبر كرم أبو سالم متوقف من أمام الشاحنات منذ أكثر من 48 ساعة، لم يدخل قطاع غزة شاحنة، وهذا ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة أمام أكثر من 1.5 مليون إنسان متواجدين في مدينة رفح. لا يوجد مياه، لا يوجد طعام، والجميع يعتمد بشكل مباشر وبشكل كلي على ما يتم إدخاله من المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي أو مع جمهورية مصر العربية. حتى يعني أن منظمات إنسانية كالأونروا تتحدث عن أن توقف المساعدات ودخولها يزيد من الكارثة الإنسانية. قلت لنا بأنه هناك، هل هناك من إمكانية لعودة الموظفين يعني استئناف أعمالهم بالقريب، يعني بوقت قريب؟ هل من سقف زمني لعودتهم؟ أو انسحاب قوات الاحتلال أو جيش الاحتلال من المعبر سيعود جميع الطواقم، وهذا ما حدث ما أثناء بداية الحرب الإسرائيلية عندما استهدف معبر رفح البري بثلاث غارات من طيران الF-16، غادرت الطواقم، وحينما
تم التنسيق لهم تم عودتهم بشكل كامل ومارسوا مهامهم على مدار 7 أشهر. واليوم عندما تنسحب قوات الاحتلال ودبابات الاحتلال من المنطقة الشرقية لمدينة وخطة من معبر رفح، سيعود جميع الموظفين إلى المعبر ويباشروا مهامهم. أستاذ وائل، هل لديك معلومات عن وساطات تجري حاليا لإعادة فتح المعبر، خاصة وأن هناك حراك دولي كبير من أجل التوصل إلى اتفاق؟ يعني نحن نعمل ذلك، وهذا الأمر متروك للإخوة السياسيين. نحن هنا إدارة تنفيذية تتبع هيئة المعابر، وما يصل لها من بنود اتفاق نحن نقوم بتنفيذها بشكل مباشر. هذا الأمر متروك للسياسيين، ونأمل الله أن تتمخض الساعات القادمة وأن يكون هناك اتفاق كامل وشامل لوقف اطلاق النار وعودة العمل بالمعبر وإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة. وائل أبو محسن، مسؤول الإعلام في معبر رفح البري، شكرا لك على كل هذه المعلومات.